السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نقول لكم نتكلموا على رياض محرز، وين محرز يتفادى الدخول في الصراع مع غوارديولا بسبب انستغرام، وين شنا كيفاش ردود فعل جماهير جزائرية محبين الجماهير العربيه، شلنا حتى الكور، شلنا حتى انصار، وين كاين اللي داير لاسين تاع لايستر سيتي، كاين اللي داير لاسين. نعرف واحد انايا سيبورتير في انجليز سمو توفيق، بالك يشوف فيا سيبورتير تاع ليفربول، وين داخل يعاير في محرز، يعاير في غوارديولا، وين دخل يعاير في غوارديولا بسبب رياض محرز. شنا انصار تاع برشلون هما جزائريين وجزائريين مخلطين بزاف، وين يعايروا في باللوغو تاع باللاسين تاع البارسا، شنا تاع مارسي، شنا بزاف ناس داخلين يعايروا في الانستغرام. وين ما دارها محرز، دار ديك تاع قاعد منادي، وين كادت الجماهير الجزائريه والعربيه ان تتسبب في مشاكل لرياض محرز مع مدربه بيب غوارديولا على شبكة الانستغرام، حيث سارع رياض محرز لحذف آخر صورة نشرها على حسابه، وذلك لحظة مشاركته بديل في مباراة بورتموند الأخيرة بسبب تعليقات الجماهير الجزائرية والعربية التي نددت بعنصرية غوارديولا، الذي رفض إشراكه أساسي في ذلك اللقاء للمرة الثانية على التوالي. كما طلبت الجماهير بتغيير الأجواء سريعا، لأنه قادر على اللعب أساسي في أي فريق لو يغادر السيتي، غير أن رياض قام بحذفها لاحقا حتى لا يطلع عليها المدرب على ذلك التعليق، ما كان يتسبب له تسبب له في له مشاكل أخرى. يعني نقولوا باللي رياض محرز يبقى اللعاب المحبوب لدى انصار كما يقول محبين كره القدم، محبين المتعه. شو البارسا ربحت بخمسه، ربحت منها بصح حتى هي لا، كما تشوف انت تشوف التعليقات تاع الناس باغيين ميسي، يبغوا يشوفوا المتعه، يبغوا يشوفوا داك التريب، يبغوا يشوفوا داك لي فانت، يبغوا يشوفوا بزاف صوالح. انصار فينك تحوس على رياض محرز كيما هاك؟ انا نبغي رياض محرز، ام كاينين لعابه يلعبوا الشامبيون في البطوله الاوروبيه الجزائريه، بصح نبغي نشوف محرز. نقول لكم كيما ذاك اللي دارها تاعنا بركاني تاع الفروطوار تاع ميتري بلا زوج، الشع زوج يدير ذوك الصوالح. امنوني بالله العلي العظيم، معمر نتوما شفتوا واحد معمر بالك قريب شحال 25 بارتيه، ميكا مع لايستر ومي راح مع السيتي لي بارتي اللي لعبهم. على بالك شنو معمر، على بالك نبغي الله غالب سبحان الله، نبغي نستمتع كرة قدم، نبغي نستمتع كرة قدم. دي فوا نروح القهوة ندي معايا نقولو كروشي قالك ديرها خلينا نبردو، قالك والله العظيم جارنا لهنا قهواجي عنده قهوه، نقول له ديرها خلينا نبردو على محرز، والله لا نبردو على محرز، ما تكونش كاينه الشامبيون باسكو ما كاش كاينه الشامبيون، نروح هاك ديرها مع المغرب، هاك دينا خلينا نبردو. في من شي سهله صاحبي، لعاب كيما هذا لازم على بالك بلي غوارديولا راه يعيش في ضغط رهيب كبير، كاع راه يعيش في ضغط رهيب كبير، ما هي سهله يا جماعه. تا عندك تا لاعب جبتو نتا يا لاعب، نتا ماشي ساهل، نتا لاعب ماشي نتا صدته، نتا جبته. إلا عنده مشاكل مع اللعابة، وعندك نتا مدرب عندك مشاكل مع اللعابة بسبب رياض محرز، أنا على بالي بلي بسبب رياض محرز، لعابة ومنا ونتا كيما يقول لك كيما نقولو حنايا هذيك الأغنية تاع ما طلقها ما بغا ما ما تزوج بها ما خلاها تزوج، راك انت يا ولد عمي ما فهمناكش، صحيح هدر معاه قول له اروح محرز خويا اكتو اكواتك اكتو كواتك،
لا ما نطلعوكش انا انت خويا وما لقاك سلم عليك وانت يا من بصح من بعد مكاش من بعد مكاش مش الناس هذه الحاجه هلو انت ما لعبتو ما طلقتو لعبوا بالسيف ذراع انا يدخل انتوما شوفوا انا يدخل راكم تخسروا بسبب ندير ديكلاراسيون ندوه صحفيه للانصار تاع مانشستر سيتي باللي هذا اللعابه انا راني لاعب محرز وهما راهم يخسروا بسبب رياض محرز اي ستر لي العام اللي فات العام اللي فات ذاك الستوت هذاك يوم محرز وحده توتنهام وحده منا وحده وهذاك وحده ما بغاش يعطيها له خلاه ما بغاش يمركي بغاش يعطيها له بغاش يعطيها له بس على بالكم باللي يخموا النجوميه تاعهم وين خسروا خسر الكارت دو فينال تشامبيونز ليغ لعبة تحلم بها وين مانشستر كانت فور على توتنهام كتلة توتنهام بصح خسروا علاه خسروا رياض محرز قالك لا حنا هذا لا ماشي قابلينا ما راهمش قابلينك محرز خويا انت فانيك هيا زبل انا ما يشدكش هذاك شادك باط شادك للغرور شادك للغرور راه شادك للغرور روح خويا تربع خويا انا اللعابه تاعو باش باغيني انا يا كل انا دونك ما تلعبنيش ومن بعد تروح دير ندوه صحفيه دير لهم كيما هكا راه نقول لكم محرز ذكي او يا ولا ذكي ذكي قاعد مقعدني انا يا بونك تقول لي ذكي ول صاري كيما ذاك يلقاوه يدير له قاري والله لا يقرا لاعب تاع بوله يطير خدام هذا ميكانيسي يطير هذا من هو مسكين دارو فيه كاع خدايم مع التاليه ما داوالو هذه اختها هذه يقولوا لها تعيط لها اختي لا اضرب اضرب على روحك وقف له خويا انا بلاصتي كاينه انا نوقف لك انا بلاصتي كاينه انا مشيت تلعبني لازم ندخل معاك في نقاش اروح انا نمشي تلعبني دخل نقاش مع الاداره كيفاش انا ما نلعبش انا خليتني نلعب في لايستر سيتي في لايستر سيتي انا كوني كاميك انا كوني قال لك الشامبيونه نقلع لك الشامبيونه ما تديهاش الا انا ما ديتهاش انت ما ديهاش نعطي تديها توتنهام ما ديهاش انت حبش ندخلكم لي فريسانكم هاودي لايستر سيتي فينك لاين على راسها تاع والدي هذيك لايستر سيتي دروك روحتو جبتو سليماني ب 35 مليون اور الا ما تجيبوش بن طالب غير بعشرين مليون اور ميليو تيرا راح لك كانتي راح لك كون جبت بن طالب لين على الراسه تاع والديكم كاع هو العام الزاوج كون جبتو عوار والعام ديروا تير مع رياض محرز كون ما طلقتوش رياض محرز كون ما طلقتوش انتوما بالك التسيير تاعكم مع كاع كي داير كون ما طلقتوش كون جبتو له منا جبتو له بن طالب جبتو له انتوما توما طلقتو الاخر بشكاره تاع ضرب روحتو جبتوه نتوما قال لي جبتوهم ربحتو فيهم جبتو سليماني خسرتو فيه راكم تمدو فيه بالاعاره راكم تعاودو تردو في دراهمكم بالاعاره خاطر ما تطيقوش تبيعوه انا نقول لكم على ما تطيقوش تبيعوه خاطر كون تبيعوه تخسرو تبيعوه ب 10 راكم وما تقدرش اعاره روح من اعاره روح بيتو يردو دراهمهم على ذيك حنايا نقول لكم يا ودي رياض محرز يبقى يكتب في التاريخ دونك انت كي تشوف صحافي الماني يتكلم عليه جريده المانيه تتكلم عليه موقع ماشي جريده موقع تشوف انت يا موقع اسباني ماركا على بالكم شتي لا الريال على بالكم شكون اللي فاتوا فيها ايوا تصيب صحافي تاع ماركا اللي كان يكتب على زيدان ويكتب على 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 فيغو يكتب على يا ودي يكتب على الاساطير تاع الريال ها يكتب على 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 رياض محرز عرفت ها ماشي سهله على ذلك حنايا نقول لكم شباب في الاخير نقول لكم ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي تكون كيما يقول لك يكون رياض محرز يدير كيما يقول لك يدير هدا روحو يدير قرار روحو هذه هي نتمنى يدير قرار روحو
صحيتو، ربي يحفظكم، وتحية الجزائر، صحيتو.